ابتداء أنا والله حابة أشكر مهندس محمد على هذه الفرصة وعلى المبادرة الرائعة، كنا من زمان زي ما قال محضرين لها، بس الحمد لله شاءت الظروف أنها تكون أونلاين. وشكرا لكم كلكم أنكم يسبرد من وقتكم وجيتوا حضرتوا هذه التوك، وإن شاء الله أنها يكون فيها النفع. بداية ودي أعرف بنفسي، معكم العنود المحلسي انتيرير ديزاينر، متخصصة في مجال التصميم التجاري. بدأت كنت أدرس في جامعة الأمير سلطان، وبدأت مشواري في العمل المهني من فترة مبكرة الحمد لله، وبديتها في آخر مراحل دراستي، وهالشيء خلاني أعرف توجهي في التصميم وأقدر أتوجه وأتخصص في مجال معين واللي هو التصميم التجاري. في هذيك الفترة، فترة الدراسة، كانوا طالبين مننا تدريب مهني اللي هو الكوآب ترينينج، وكان مطلوب مننا أنه نعمله في أحد من الشركات. فأنا كنت أبحث عن شركة متخصصة في مجال التصميم التجاري، زي ما قلت لكم هذا هو الباشن والشغف عندي. فكان فيه شركة عاملة فيرجن ميجا ستور في أبو ظبي، بحثت عنها وطلعت شركة ألمانية موجودة في ألمانيا، قدمت عليهم والحمد لله تم قبولي، وذهبت لألمانيا في ديسلدورف، وحصل لي الفرصة أني أعمل مع اللي هم اليوزر اكسبيرينس ديزاينر أو الكاستمر جيرني ديزاينرز. فكنا نطور الكونسبت اللي هي ريليتد للكاستمر اتسلف، فهالشيء خلاني أتوجه ويزيد شغفي في مجال التصميم التجاري وتصميم تجربة العميل. عملت عندهم لمدة سنة ورجعت من هناك، وبدأت أول ما رجعت للسعودية كان حلمي أنه I reflect اللي تعلمته، فجيت هنا على طول بدأت بتصميم أكثر من، الحمد لله حصلت لي الفرصة أنه أصمم أكثر من بروجكت تجاري، واشتغلت على أكثر من صعيد اللي هي المطاعم المحلات إلى آخره. الحمد لله لاقى استحسان من الجمهور، بس بعدها بفترة جتني فرصة، بديت أحس إنه في جاب بين فكري ومفهومي للتصميم والفكر العام في المجتمع. فصرت أحس إنه التصميم موضوع بقالب أو فريمد في بوكس، تحسه محصور. أكثر الناس هنا في السعودية أو حتى في العالم للأسف ينظروا للتصميم منظور إنه، خصوصاً انتيرير ديزاينرز، ينظروا لنا كأشخاص ديكوريترز، نرتب الأماكن، نختار ألوان وماتيريالز وذاتس إت. وأنا كان دائماً عندي فهم مفهومي للتصميم كان دائماً إنه لا، التصميم يعكس تجربة، يعكس إكسبيرينس، هو المكان اللي أنت تعيش فيه وتتعايش فيه، فممكن أنه يرفعك أو يقلل مقدار المكان. فقمت أبحث في موضوع أنه هل في شيء يؤيد كلامي أنا، يؤيد مفهومي أنا للتصميم، وبديت أسمع عن الديزاين ثينكينج. كلها هذه كانت في فترة عملي في الوظيفة، فقمت أبحث أنه كيف أقدر أوصل للناس أنه التصميم أعمق من أنه ألوان وأشكال وإلى آخر وأشياء جميلة. شفت الديزاين ثينكينج واكتشفت واستوعبت أنه الديزاين ثينكينج هو فكرنا إحنا كمصممين وكيف قاعد يدرس. يعني إحنا فكرنا وتفكيرنا وأسلوبنا في العمل قاعد يدرس كمادة ويأخذ في أعرق الجامعات، منها ستانفورد، هو أساساً طلع من ستانفورد، منها ستانفورد، MIT، هارفارد بيزنس سكول. فهالشيء يعني كأني لقيت كنز، كأني لقيت شيء يدعم كلامي وبقوة يعني.
فقمت I joined one of the courses اللي قدموها MIT والحمد لله انقبلت فيه في موضوع design thinking. كان intensive course 6 أشهر تعلمت منه design thinking process وليه هو مهم وإيش فوائده في الحياة. فهذا الشيء هو اللي خلاني أختار the topic إني أشاركه معاكم لأنه أحس إنه worth sharing وأتمنى إنه يفيدكم وإنه يسوي unlocking للcreativity عندنا كديزاينرز ونعرف قدرنا إحنا إنه إحنا أعمق من إننا نصنع أشياء جميلة فقط. هذه كانت مقدمة طويلة شوي بس إنها تشرح يعني ليه انتقلت من interior ل more of consultancy وصناعة قرار وتجربة للعميل. طيب واضح معاكم البرزنتيشن عشان أبدأ؟ واضح عندي أنا full screen تمام. معليش أخذني الكلام وكان مفروض إنه هذه السلايد بس let's skip. طيب أنا حبيت إني أبدأ البرزنتيشن حقي بالجملة اللي شدتني صراحة وهي اللي هي الجملة اللي لما قريتها قلت لازم أخذ هذا الكورس اللي هي design now is too important to be left to designers. هذه الجملة قالها تيم براون بس عشان يعني نعرف مين تيم براون ومين ايديو. ايديو هم المنظمة او الشركة اللي تعمل بالديزاين ثينكينج وهم اللي طوروا الفكر هذا. هم اشخاص متخرجين من ستانفورد كيلي براذرز وتيم براون جوين ذم ليتر اون. فتيم براون قال بهذه قال هذه الجملة تلخص إنه ليش إحنا نعمل الديزاين ثينكينج، ليش الديزاين ثينكينج وجد؟ لأنه إحنا كديزاينر الفكر اللي عندنا زي ما قلت لكم عميق وما هو شيء بسيط، فصعب إنه يكون بس مخصص لنا إحنا كديزاينرز. عشان كذا قرروا إنه يعملوا نموذج عمل وطريقة تفكيرنا إحنا كديزاينرز يصير منهج أو طريقة عمل لأي شخص كان، لأنه إحنا البشر كلنا at the end designers ترى. زي ما أنت تشوف يعني أنت لو الحين تبغى تقرر سيستم في بيتك هذا ديزاين، سيستم ديزاين، كل شيء أنت تسويه في حياتك ديزاين. فهم قرروا إنه يعملوا هذه المنظومة. برضو قال ديفيد كيلي هذه من الجمل المهمة: having a design methodology can unlock creative confidence. إيش المقصد؟ إحنا من صغرنا ترى عندنا creativity. كل البشر creative. أنتوا الحين لو تروحوا للأطفال بتكتشفوا أنهم كلهم creative. بس إيش اللي يحصل معانا إحنا كبشر مع العمر ومع الإكسبيرينس؟ أحياناً تجينا مواقف تقمع هذا الشيء عندنا أو أنها تحجرنا شوي، فتصير هذه الأشياء تقلل من الكونفيدنس عندنا، نكبر وإحنا خايفين من الانتقاد، خايفين من ردة الفعل، خايفين نقول أفكارنا لأنه ما نعرف إيش ردة الفعل. فهالشيء مع العمر يكبر عندنا. في كثير ناس يجون يقولون لك لا أنا I want design, I want think لأنه أنا ماني شخص creative، أنا شخص عملي. بس لا، هو بالواقع كل البشر creative، بس أنت تحتاج أنك you unlock this، أنك ترجع للconfidence اللي عندك عشان تنتج أكثر. فمن خلال هالتو سيز اللي قالوها ديفيد كيلي وتيم براون نقدر نقول نعرف الديزاين ثينكينج. الديزاين ثينكينج هو ايديولوجي اللي هي مايند سيت او فكر وسبورتد باي ميثودولوجي. الميثودولوجي اللي هي ستيبد بروسيس او منهج او خطوات.
بس إنه ما تعمل هذا، ما يعمل الجزء الأول من غير الجزء الثاني. في الديزاين ثينكينج يو هاف تو يوز بوث و أندرستاند ذم بوث. عندنا first of all اللي هي الايديولوجي، الجزء الأول من التعريف. الايديولوجي عندنا فيه اللي هو approaching problems in a user-centered way. User-centered way هذه الكلمة إيش معناها؟ معناها أنك يصير تمحور تصميمك حول الإنسان، حول احتياجات الإنسان. تفكر في الإنسان كيف حتقدر تطور جودة حياته، كيف حتقدر تخليها أفضل، أسرع، ينجز أكثر، ينجز أسرع. Second part اللي هو الميثودولوجي. الميثودولوجي هي stepped process طلعوا فيها الـ design thinking founders، ومنها وهذه الـ stepped process هي اللي لما نستخدمها حنقدر إننا نرجع لها now and then ونخترع ونبتكر أكثر من غير أي خوف، من غير أي تردد. لأنه إحنا بطبيعتنا البشر نحب يصير عندنا بوك أو شيء نرجع له، فهم صنعوا هذا السيستم ويطبق على أي شيء، من تصميم، من creating system، من creating أي شيء. حتى لو تبغى تكتب كتاب تقدر ترجع لها. أول خطوة اللي هي empathize أو التعاطف. خلونا نفرض أنه هذا الشخص اسمه عبد العزيز. عبد العزيز طلب منه أنه يصمم برودكت يخدم كبار السن. يبدأ كيف ممكن أنه يبدأ يتعاطف مع الأشخاص اللي هم كبار السن، اللي هم ما هو فئته العمرية أو يعني unrelatable، ما يقدر يعرف إيش يمرون فيه إلا إذا تعاطف معهم. فإيش يعمل عبد العزيز؟ ممكن في البداية يبدأها بأنه يعمل مقابلات مع فئة، يجيب مجموعة كبار بالسن ويقابلهم كل شخص على حدة ويعرف منهم إيش احتياجاتهم، يسألهم عن مواقف مروا فيها، يسألهم إيش يفضلون، إيش يحبون، كل شيء يسألهم بشكل عام، مقابلة عامة. منها عبد العزيز هنا بيبدأ يقرب، تقرب له وتوضح له الصورة كيف لو كان هو الشخص الكبير. بعدها ممكن برضو يصير يعمل observation عليهم، فيبدأ يراقب تصرفاتهم، يختار له مجموعة من الناس ويراقبهم، يراقب تصرفاتهم. ليه إحنا دايماً نقول في الديزاين ثينكينج observe؟ لأنه زي في شخص قال إنه السمكة ما تعرف إنها رطبة، ما تدري إنها في رطبة وفي الموية. فأنت لما تبدأ تراقب أشخاص عن بعد تبدأ تعرف الأشياء النيدز اللي هم ما يعرفونها، الهيدن نيدز. فابدأ يعني عبد العزيز في هذه المرحلة المفروض إنه يبدأ بتسجيل كل الأشياء اللي بدأ يفكر فيها وبدأ يلاحظها. بعدها عندنا الستيب الثانية اللي هي الديفاين. في الديفاين ستيب اللي هي إيجاد المشكلة، فهذا الستيب يبدأ عبد العزيز يراجع النوتس حقته، فيبدأ يشوف إيش الأكتيفيتيز اللي يقومون فيها الكبار في السن. فمثلاً كان يلاحظ عبد العزيز إنه الأشخاص الكبار في السن يحبون يسلمون على الناس اللي في الشارع، يحبون يتعرفون على الناس، يحكون مع الناس. لاحظ برضو إنه واحد من الكبار في السن يحب يروح ويأخذ يشرب شاهي مع أشخاص عشوائيين أو ناس يعرفهم من زمان. ولاحظ مثلاً أنهم يحبون يعملوا grocery shopping بأنفسهم، فيحبون أنهم يحسون بالاعتماد على النفس. بعد ما أوجد كل هذه المشكلات أو الملاحظات اللي عملها،
يحط أندرلاين على الأشياء اللي شدت انتباهه وحس أنها worth solving. فيجي يقول يطلع problem statement. البروبلم ستيتمنت دائما تكون مختصره، تكون جمله واحده مختصره. ففي هذا المثال نقدر نقول البروبلم بس صح في شيء كنت ابغى اذكره. لما تعمل اوبزرفنج لما تبغى تعمل اوبزرفيشن على الناس لازم تشوفهم بفريش اي، لازم تشوفهم كانك لابس نظاره جديده ما قد شفتهم في حياتك، كانك اول مره تشوف شخص كبير في العمر. عشان إيش؟ عشان ما يكون عندك توقعات، ما تجي تقول والله هو شخص كبير ففور شور هو يتعثر هو يمشي. فتبدأ تلاحظ الأشياء اللي صعب الواحد يلاحظها أو صعب الواحد يعرفها، الان obvious. فهذه المرحلة يبدأ يكتب الستيتمنت اللي هي مثلاً طلع فيها عبد العزيز اللي هي انه الكبار في السن عندهم خوف من الوحدة، خوف من الوحدة وخوف ويحبوا يعملوا وخوف من انهم ما يقدروا يعملوا اشياءهم اليومية، يقضوا حوائجهم اليومية. لو كان عبد العزيز نظر لهذه الاشياء من منظوره المعتاد عليه كان كتب ستيتمنت انه والله الكبار في السن يتعثرون في الدرج او يتعثرون في المشي، لكن لانه نظر لها من منظور ما قد نظر له في حياته طلع بهذه الستيتمنت ان الكبار في السن يخافون من الوحدة. في مرحلة اللي بعدها اللي هي الايديات، في هذه المرحلة هنا تبدأ الكرياتيفيتي. هنا لازم ما تحصر نفسك في فكرة، ما تيجي تقول هذه الفكرة مستحيل تطبق، تحط كل أفكارك من غير فلتر. تيجي تقول مثلا والله مثلا عبد العزيز هنا طلع طلع بأفكار انه ممكن ليش ما نسوي مثلا شو اسمه نسوي VR، يكون الشخص يقدر يقابل فيه الأشخاص long lasting friends ولا أشخاص فقدهم في الحياة. هو هنا صار creative عادي، طلع عن المعقول. جاء قال مثلا إنه let's create hoverboards senior hoverboards. شيء غير منطقي. شيء غير منطقي، بس هو ما حصر نفسه وقال إنه مو منطقي، لا قام حط لاستيك وخلاها تمسك في الشخص وما يصير له شيء وإلى آخره. ما ندري يمكن تطبق في السنوات الجاية. فالواحد ما يحصر نفسه لما يجي يفكر، لما يجي في مرحلة الايديات ما يحصر نفسه في أي فكرة، وحط الأفكار المنطقية اللي هي أنه طيب بدل ما يكون ويل شير يقدر يتسند على شيء فيه عجلات. في هذه المرحلة برضو تأخذ أفكارك وتعرضها على الشخص المعني. اختار لك مجموعة من الناس واعرض لهم أنه لو سويت لكم هالفكرة، مثلاً لو سويت لكم الهوفر بورد هل بتستخدمونها؟ لو سويت لكم الـ VR هل بتستخدمونها؟ وإلى آخره. وخذ ذير فيدباك من غير أي تحسس ولا زعل. إحنا مشكلتنا نزعل لما الواحد يعطينا فيدباك، لكن في الديزاين ثينكينج لازم تاخذ كل الفيدباكس من غير اي تردد وتاخذها في الحسبان. وهذه يعني الفيدباكس اكثر شيء ناجحين في البشر. روح اسال اي واحد قل له ابغى يور فيدباك، يحبون الناس يعطون الفيدباك، فسهل مره انك تجيب فيدباكس. بعدها اللي هو البروتوتايب. بعد ما خلاص أخذت الفيدباكس وكتبتها وسجلتها وعرفت إيش ممكن تطلع فيه، ابدأ أعمل بروتوتايبس. البروتوتايبس ابدأها بشيء بسيط ولكن يكون قريب جداً للواقع، لأنه إذا سويت بروتوتايب غير منطقي ما منه فايدة. لازم تعمل بروتوتايب قريب للواقع. ليه احنا نقول لك قريب للواقع؟
لأنك إنه في الديزاين ثينكينج حترجع للخطوة اللي قبلها وتخلي الأشخاص يجربوا اللي هي تيستينج، تخلي الأشخاص يجربوا البروتوتايب. إذا كان البروتوتايب غير منطقي وغير واقعي، لو جاب لهم مثلاً عبد العزيز بروتوتايب للعصاية اللي صممها بهذا الحجم، ما حيعرف الريل فيدباك، ما حيقدر الشخص إنه يجربها. وبرضو لازم يكون شوية في سيفتي، فما يجي يعطي الشخص الكبير في السن ويطيح ويعني مسكين يتعب. ف ياخذ البروتوتايب وياخذ كل الفيدباك زي ما قلنا، من غير اي تحيز ومن غير اي تحسس، ويبدا يعمل عليه، يبدا يسوي ابلكيشن للفيدباك ويرجع مره ثانيه يجرب البروتوتايب من جديد الين ما يحصل على الرضا. اذا حصل على الرضا من الكاستمر فهو خلاص انتج برودكت انوفيتيف، غير فيه العالم، غير مفهوم التنقل للكبار السن في مثال عبد العزيز. هذه هي بيسكلي مراحل الديزاين ثينكينج بسيطه جدا. على الشاشه سوري فيك ترجع على الشاشه الرئيسيه تاعت البروسيسز كلها اللي هي الـ V8. يس، فهذول الخمسه ستيبس هي فعليا البروسيسز اللي لازم تفولو، خلينا نقول او نتبعها لما نبدا بتفكير بمشكلة أو بحل المشكلة، أو عشان إذا فعلياً واحد بده ينتج برودكت أو ينتج ديزاين لشيء معين يبدأ بالبروسيس هذول الخمسة اللي هي emphasize, define, ideate, prototype, test. صحيح. طبعاً فعلياً بالأول حالتين لازم يكون مخالط فيها للجمهور بشكل كبير على أساس يقدر يأخذ أفكار ويأخذ أو يشوف يعيش معهم، يشوف إيش الحاجة اللي موجودة ناقصة معهم على أساس يقدر يمشي فيها. طبعاً أنت مثال ذكرتيه، طبعاً هو في آخر كمثال واحد لما كان ممكن الموضوع يكون بشكل عام، حتى ممكن يكون IT مثلاً، ممكن يكون على صحيح. Products صحيح. حتى أكل، يعني مش شرط إنه هذا بس لأنه موضوع design thinking. أي شيء. Yes. Yes. حتى لو أنت حتعمل ريسبي أكل ترجع تعيدها تجرب شيء ثاني. بس في شيء حاب أوضحه إنه الديزاين ثينكينج بروسيس ما هو لينير. الديزاين ثينكينج بروسيس اكشلي نرجع بس بالسلايدز هو دائما حتلقاه في ماب زي كذا لينير، بس هو ما هو لينير، هو بالعكس زي سيركل. انت تقدر تختار اي خطوه وما هو بالشرط تمشي على الخطوات بالضبط. هذا ميزة الديزاين ثينكينج، لأنه هو موجود عشان بس unlock your creativity, your creative confidence. نرجع لوين وصلنا؟ التست. أي. بعد التست أنت خلاص سويت، غيرت العالم، طلعت برودكت رائع يخدم البشر، غير في جودة الحياة، طورها. هنا أنت صرت هيرو. You made the world better. وبرضه became rich. لأنه أنت صنعت product جديد. Innovative. في أحد يحتاجه. أي صحيح. Yes. ليه؟ لأنك خليت الهيومن، الإنسان هو محور تصميمك. هو محور تفكيرك. طيب كثير منكم ممكن يقول أنه طيب ليه نتعلم بروسيس جديد؟ العالم هذا مليء بالبروسيسز وملينا من الستبس والخطط وإلى آخره. لكن اللي أنا ودي أشرح لكم إياه أنه الديزاين ثينكينج شيء جداً بسيط وهو تقريباً لوجيكال، ما هو ابتكار، هو شيء موجود من زمان، موجود من فوق 20 سنة وموجود بطبيعتنا كبشر. بس ليه قاموا وحطوه في ستيبس؟ بس عشان تصير إذا جيت تفكر في بروبلم أو شيء ترجع لهالبروسيس، لأنه إحنا بطبيعتنا البشر نحب الكتب أو نرجع لشيء أساسي شيء موثق. صحيح. وبرضو الديزاين ثينكينج اللي أبغى أشرح لكم إياه أوضح لكم إياه إنه ما هو مقتصر على ديزاينرز وما هو مقتصر على الديزاين.
الديزاين ثينكينج يحل مشاكل ما هي تحت مظلة التصميم فقط، يحل مشاكل خارجة عن مألوف أو مظلة التصميم، زي مثلاً creating a process أو creating a digital product أو network أو شيء. بعطيكم مثال بس أبغى هذا المثال يوصل المعلومة بالشكل اللي أنا أبغاها، وبرضو يوضح لكم كل البروسيس هذا. شركة آيديو اللي تكلمنا عليها في البداية، اللي مؤسسينها ديفيد كيلي وتوم براون، اشتغلوا على بروجكت كثيرة لهم 20 سنة. من البروجكت اللي اشتغلوا عليها برودكت، تطوروا كثير من البرودكت أبل اللي احنا نستخدمها كل يوم، طوروا منتجات كثير، لكن برضو طوروا experiences. في project عندهم recently مسوينه عاملينه، البروجكت هذا كان مطلوب منهم يغيروا تجربة الطلاب في وقت اللانش بريك. فراحوا آيديو على واحدة من مدارس في سان فرانسيسكو البابليك سكولز، وبدأوا يلاحظون التصرفات أو الهابتس اللي يعملونها الطلاب. فلاحظوا ان الطلاب اللانش بريك بالنسبه لهم ما هو زي مفهومنا احنا الادلتس. احنا الكبار عندنا مفهوم اللانش بريك انك تروح تاخذ بريك بسيط ترتاح فيه، تاخذ لك وجبه وترجع تشتغل. لكن الاطفال او الطلبه مفهومهم من اللانش بريك مور اوف سوشيال جاذرينج، هذا تفكيرهم، انه يبغى يجي ذا الفرصه انه يجلس مع اصحابه ويلعب معاهم يتكلم معاهم والى اخره. فايش اللي حاصل، ايش المشاكل اللي حصلت من هذا الشيء؟ انه الطلبه ما صاروا ياكلون اكلهم، كثير من الطلاب يرجعون باكلهم للبيت، وكثير من ليه؟ لانه واحيانا كثير طلاب ما يبغوا يوقفوا طابور عشان ياخذ وجبه، فيفضل انه يجلس مع اصحابه عن انه ياخذ له اكل. فاللي حاصل انه صار عند الطلبه wrong habits، wrong eating habits، اطباع سيئه في الاكل، صاروا ياكلون chips اي شيء grab and go يعني. فقاموا ايديو من ملاحظاتهم للطلبه طوروا اللانش اكسبيرينس. قاموا قالوا اوكي الطلاب يبغون social gathering، هذا المين element عندهم، المين focus، الهدف حقهم. فقاموا ايش سووا لهم؟ اخذوا الناس العاملين في المقصف او الكافيتيريا وقالوا لهم لما يجوا الطلبه لا تخلوهم يصفوا كيوز، لا على طول خلوهم يجلسوا على الطاولات، وخلوا الناس اللي يعملون جوا يطلعون ويحطون لهم الاكل على الطاوله. فايش حصل؟ حلوا اكثر من مشكله. حلوا اول مشكله اللي هي انه الطلبه ما صاروا يصفون طابور، فصار عندهم السوشيال جاذرينج اللي هم يتمنونه، انه يجلسوا في طاوله واحده ويتكلموا وكذا. وحلوا مشكله ان الطلبه صاروا ياكلوا هيلثي، كيف؟ صاروا يحطوا لهم اول وجبه فروتس اند فيجيتابلز، فيجي الطالب جوعان تلفان ما يلقى قدامه الا فروتس اند فيجيتابلز وياكل ياكل. فشفتوا بساطة يعني التفكير، بروسيس بسيط جدا غيره، انه بدل ما يقف طابور يقف لا يتجمعوا مع بعض خلاص يحطوا الاكل، وجدا كرياتيف. وشيء الواحد من كثر ما تعود على الاشياء انه خلاص الفسحة لازم تصف طابور وتاخذ اكلك وترجع على الطاولة، ما صرنا نلاحظ الاغلاط، ما صرنا نلاحظ. فالديزاين ثينكينج يساعدك انك تلاحظ الاغلاط اللي موجودة في مر السنين هذه، فتقدر تعدل عليها. You can innovate أشياء جديدة أو systems جديدة. أنا حبيت أنه أطرح هالمثال عشان أبغى أول شيء أنه أوجه للديزاينرز اللي أنا واحدة منهم، أنه أنت كديزاينر لا تحط نفسك في قالب، لا تحصر نفسك أنه أنا interior designer خلاص I will design interiors.
انا برودكت ديزاينر بقعد اصمم برودكت وذاتس ات. لا، انت عندك فكر، انت عندك شيء الناس تدرس عشان تحصل عليه، فحرام انك تحصر نفسك في هذا الشيء. على العكس، حاول تطور من حاول تطور من الاشياء المجتمعيه، حاول تصنع تغير حياه البشر، تحسن حياه البشر. احنا كديزاينرز موجودين عشان نخدم هالبشر بطريقه اننا نصنع لهم اشياء او نظم تساعدهم ان حياتهم تصير افضل واسرع وانتاجيتها اكثر والى اخره. فهذه هذا توجه ديزاين ثينكينج، وليش اخترته وليش مشيت فيه، واحس انه هو يعني بروسس بسيط كل احد يقدر يسويه. الشيء الثاني، الرساله الثانيه للناس اللي ما هم ديزاينرز، ابغى اوصل لهم انه انت جواك في ديزاينر وفي كرييتيف، في كرييتيف بيرسون فيك جواك، فانت ليش تحصر نفسك في ذا الشيء وتخاف من انك تشارك افكارك او تطرح افكارك او انك تكتشف ذاتك حتى. فلما انت تبدا تفكر بهالطريقه وتبدا تناظر الاشياء بعين اخرى، بعين ثانيه جديده، فريش ايز، انت وقتها حتبدا حتنتج. لا تخلي نفسك انه انا شخص غير منتج، انا شخص غير ماني كرييتيف، ما اقدر اخترع. في امثله حطيتها بس عشان يعني نعرفها، احنا كلنا نعرفها من الواقع، وكلنا نعرف انها موجوده من زمان، كلها استندت على ديزاين ثينكينج. مثلا عندنا النورمانز دور. النورمانز دور هو دون نورمان اخترع شيء، شاف، لاحظ ان الناس لما تشوف هاندل they always grab to it، خلاص لما يشوفون هاندل على طول يسحبوا. عشان كذا احنا في المحلات لما تجيك لوحه مكتوب عليها ادفع بوش كبيره جدا نسحب، لانه موجود هاندل. هذا غلط تصميمي. طيب هذا غلط التصميمي ترى اخر مشوار الانسان، بطئ حياته. صحيح انه شيء بسيط، بس انه قدر نورمان انه يغير في التجربه حقتنا. فاخترع هذا البليت. It's very simple, very easy. وما شاء الله برودكت سيلينج للابد اتوقع. طبعا هي واحده من السوليوشنز كانت، او واحده من المشاكل اللي دوروا عليها، موضوع اللي هي البوش دورز للببليك ارياز عشان في الحارات الحرج، لانه اذا الباب بيسحب في محل ببليك والناس زحمه في المحل، او خلينا نقول محل ملابس وفي زحمه، او مول وفي صار حريق، اذا كل واحد يجي يسحب الباب ويستنى الثاني يطلع، ما حيموت نص الناس. فهي بوش على اساس يعني واحده من السوليوشنز كانت لها فعلا. وبرضو في نقطة على الحرائق ذكرتني، لاحظوا دائما لما تصير عند الاكزت دور، لما تطلع اكزت دور دائما قدامك زي الريل، هاند ريل، ما يكون قدامك درج على طول، لأنه تخيل الناس متدافعين وراكضين ومفجوعين حيطيحوا من الدرج. فعشان كذا وضع هذا الهاند ريل. أشياء بسيطة جدا غيرت الحياة، فانتم كلكم تقدرون تغيرون. وهي اشياء بديهيه فعليا، يعني ممكن صحيح. يعني ما هي انه حاجه جديده او اوت اوف نوير، يعني فعليا حاجه احنا اوريدي بنعيشها. هي بس بدها شويه لوجيك، وانه الواحد يتعامل معها باللوجيك بس. وانوفيشن كرياتيفيتي. برضو من الاكزامبلز اللي هو Airbnb، هذا من اشهر الاكزامبلز اللي استخدموا فيها ستانفورد ديزاين ثينكينج ميثود او تكنيك. طلعوا عليه، حلو جدا، قصتهم رائعه. برضو ابل، طبعا ابل اكثر ناس استخدموا الديزاين ثينكينج، عشان كذا البرودكتس حقتهم لطيفه. فلو تشوفوا مثلا هنا عندنا التشارجرز حقتهم زمان كانت كذا بهذه الطريقه، حولوا اللابتوب تشارجرز لهذه الطريقه، لانه منطقيا هو على جنب، فمفروض انه يصير على جنب عشان ما ينقطع السلك، بس ما حد قد فكر في هالشيء الا لما حاولوا يطورون البرودكت ب certain way اللي هو design thinking مع experience كمان. وختمنا
ونبغى thank you very much على وقتكم، ونبغى نسمع أسئلتكم إذا عندكم أسئلة على الموضوع. طيب الجميع بيقدر يحضر يرسلنا أسئلة على بعثنا على private direct. طبعاً هي في ملاحظة على الموضوع، لأنه design thinking عالم كبير. إحنا المقدمة أعطيناها اليوم مهندس العنود، فعلياً طبعاً هي مقدمة في الآخر، يعني ممكن الواحد يدخل على تفاصيل أكثر. صحيح. يعني في عالم كبير فعلاً في design thinking. طب في بدأت أسئلة تيجي. في واحد بيسأل كيف يبدأ يتعمق أكثر في موضوع design thinking، إذا ممكن تشاركينا بأسماء كتب ساعتها إحنا ممكن نرسلهم إياها بالإيميل. أوكي. كم بعد الإيميل إحنا الجميع كل الإيميلات المفروض إجتكم تيكت فيها تحت برضو كمان لينك للسيرفي تحطوا فيه استبيان، فإذا فضلا لأمر بعد اللقاء ممكن تعملوا فيه الاستبيان، وإحنا حنرسلكم برضو على الإيميلات الناس سجلت نرسلكم الكتب إذا ممكن تشاركينا فيها مهندسة. أوكي بصراحة أنا I'm not a reader. ما أنا ماني شخص يقرأ بس اللي أبغى أشارككم فيه أهم شيء go follow IDEO، روحوا شوفوا الأشياء اللي هم يعملوها وقتها حتبدأ تتعمق وتفهم إيش هو design thinking. أوكي ممكن أشارككم أسماء الشركات هذه أو الناس اللي متخصصين في design IDEO thinking. ممكن أكتب الاسم للpublic. اوكي بس ماني عارفه كيف برايفتلي ولا لا بيطلع لك ايفري ون انت كو هوست. اوكي اوكي او اذا بدك نرسلها بالايميل للجميع ما هي مشكله خلاص ان شاء الله. بس الشيء اللي ابغى اقول لكم اياه الديزاين ثينكينج بدا من ستانفورد، فاللي حاب يتعلم في هنا شخص سالني انه دو يو ادفايز انه الانتيريور ديزاينر ياخذ ديزاين ثينكينج. I advise everyone to learn about design thinking حتى لو ما أخذوا كورس. عندكم ستانفورد، عندكم هارفارد بزنس سكول، MIT كلهم يعطوا ال design thinking، بس اللي أنصح فيه ستانفورد، مع إني أنا ما أخذت ستانفورد بس لأنه هو بدأ من ستانفورد. وعندهم ال D school في ستانفورد، إذا الواحد حصلت له الفرصة to join it's a very good opportunity يعني. طيب في سؤال ممكن تعطينا تجربة خاصة طبقتيها من على البروجيكتور مثلا design thinking، إذا في عندك project أو فكرة معينة ممكن نشوفها. إيه عندي ممكن أشارككم في شيء أنا اشتغلت عليه في أزمة الكورونا في الحجر. أوكي. هالشيء طبقت فيه design thinking بكل أوجهه وأصعدته، فالحين بس أفتحه وأوريكم إياه. يلا طيب ممتاز. عمال ما أشوف أسئلة ما شاء الله في كذا سؤال إجا. أوكي. بس ثواني. معليش ثواني محمد. يلا تفضل. أنا عم بشوف الأسئلة في محمد ما تخلصين نشوف السؤال. أوكي أنا ممكن أختصر الموضوع. أنتوا واضح معاكم السكرين عندي؟ يس. تقدر تفتحي حاجة ثانية؟ تقدر تعمل ستوب شير وإذا تعرضي حاجة ثانية. أوكي أوكي.
اوكي ثواني بس. اوكي طب قبل ما تعرضي البرزنتيشن هذا في سؤال ممكن يفيد الناس عليها، لانه عندي سؤال عمليه التصميم انا اسميها عمليه لكن بالعائده كثير الوقت والعجله في تسليم تصميم المشاريع، كيف المصمم يقنع العميل انه هذه العمليه لازم تاخذ وقتها عشان نطلع بتصميم يشتغل كنجول يحسن جوده حياته اليوميه الى اخره. فهمت لك. انت لازم توصل، لازم تحاول توصل للكلاينت حقك، لازم تحاول تفهموا انه التصميم مهم، ما هو جزء بسيط، ما هو شيء تعمل عليه بسرعه وشكل واهم شيء المظهر وخلاص. لازم توصل له فكره انه التصميم هذا بيساعدك في مشوارك، اذا كان هو تجاري لنفترض انه تصميم تجاري، فلازم تذكر له انه في كثير بزنسز فيلد خسرت بسبب غلطه في التصميم. فالتصميم خصوصا التجاري يحتاج دراسة، يحتاج دراسة وفهم. بالنسبة للشيء الثاني، مع الخبرة انت ما حتحتاج كل هالستبس، بتصير تعرف كيف تعمل، ايش الاشياء اللي تحتاجها وكيف تعمل عليها وكيف تسرع البروسس عندك. اتمنى اني جاوبت على السؤال. تفتحي المشروع؟ طيب ثواني بس. يلا. طيب الحين بشارككم السكرين، واضح معاكم؟ دقيقة لسه الآن طلع. هذه مع كورونا اللي حاصلة الحين والمشاكل اللي صايرة، احنا قررنا، بديت أفكر وعملت brainstorming مع العائلة. احنا عندنا مهندس ميكانيكي وعندنا دكتور في البيت ما شاء الله، فقمنا نعمل brainstorming على solution يخدم في هالجائحة اللي حاصلة الحين. وبدينا نشوف وعملنا studies للتجارب الثانية اللي حاصلة في الماركت، منها التجربة الكورية وكانت هي من أنجح التجارب بالقضاء على الكورونا أو تقليل أرقام أعداد المصابين. فمن هنا قمنا بدراسة الأشياء اللي هم قاموا فيها وعملوها. شفنا من الأشياء اللي صنعوها هي testing booths. هالأشياء طبعاً بدينا نشوف testing booths، هم طبعاً ما حطوا كل الأشياء اللي هم مستخدمينها، فكيف إحنا نوصل للشيء ونعمله بأحسن جودة؟ بدأنا نراقب testing booths حقتهم، بدأنا نراقب الـ patients كيف داخلين كيف طالعين، بدأنا نفهم الكورونا فيروس itself كيف يعمل كيف ينتقل، كيف نقدر نحاول إنه نقلل انتشاره إلى آخره. بدأنا نشوف إنه كثير من زي اللي صار في إيطاليا، كثير من الدكاترة والطاقم الطبي بدأوا يمرضون وبدأت المستشفيات تمتلي. فكان من الحلول إنه نعمل unit testing unit separated. طبعًا إحنا لأنه عندنا في السعودية ما إحنا زيهم في كوريا مثلًا، كوريا حاطين زي التنتس، إحنا في السعودية عندنا الحمد لله vehicles جاهزة للبلد سحب الدم وحقت الأحوال وحقت هذه. فإحنا قلنا خلينا ناخذ شيء موجود عندنا هنا في السعودية وممكن نعيد تصميمه بأنه يكون يخدم القطاع الصحي في هذه الجائحة اللي حاصلة معانا. فعملنا هذا الديزاين، اشتغلت عليه أسبوع متواصل من العمل ما في أي نوم، لأنه كنا نبغى أنه خلاص يطلع بدري عشان
نحاول نقضي على هذه الجائحة بأسرع وقت يعني. فببدأ معاكم الفيديو، ما أدري إذا تسمعون الصوت. لا لازم تكون واضح معاكم. الصوت ما في بس إنه الشاشة شغالة بس يسمعها. خلاص مو مشكلة، أهم شيء الشاشة مو مهم الصوت. يلا. طيب نبدأ معاكم. ظاهر الريزوليوشن حقه عالي ف هلا؟ لا تمام، بس عشان الريزوليوشن عالي فيقطع مرات، بس ما هي مشكلة. اوكي، لانه انا ما اسمع المشكلة، اسمع الميوزك اللي موجودة. طيب بشرح لكم بوينت، انه هنا اول ما يدخل الشخص لازم يعمل ريجستريشن، فاحنا نبغى نمنع الاتصال بين الاشخاص المرضى او المحتمل مرضهم مع الحالات يعني فيها احتمالية الإصابة والممارس الصحي. فعملنا زي البارتيشن فيه السبيكرز، طبعا اخترنا ماتيريالز تكون تمنع تقلل من فرص انه يكون الفيروس موجود عليها. برضو في بداية التراك هنا عملنا حطينا زي السانيتايزر، ما أدري إذا واضح معاكم هنا. والسماعة، فما في أي اتصال بين الممارس الصحي والبيشنت. طبعاً إحنا في المرحلة هذه في الجهة اللي هي يمروا فيها البيشنت نحتاج بس شخص واحد، فنقلل الخطر على الممارسين الصحيين. نحتاج شخص واحد إيش يقوم فيه؟ عنده مخزن الخاص، يكون لابس وكل كل الأشياء اللي ممكن تحميل بروتكشن، إيه، وبرضه يكون عنده المستودع الخاص. إيش يسوي هو؟ ياخذ العلب حقة التحليل التستنج كيت ويحطها في غرفة الفحص، ويرجع مرة ثانية ياخذ العينة ويرجعها ويحطها في الستورج. زي ما أنتم شايفين هنا صار في حاجز كامل بين الممارس الصحي والحالة. فزي ما تشوفون حطينا زي الفتحة عشان بس يكون فيها الجلوفز، ويقدر الممارس الصحي إنه ياخذ يوصل للعلبة، علبة الفحص، وياخذها ويعمل الفحص اللازم، ومن خلال الجهاز الصوتي الاتصال الصوتي يصير شرح الحالة. هي أحد المشاكل موضوع المواد الحماية. هي أحد مشاكل استهلاك المواد الحماية فعلاً. صحيح، عشان كذا إحنا صنعنا هذا الفيكل.
بس هذا كان شيء بسيط كنا نبغى نقدمه لهذا الوطن، وكنا نطمح انه يكون يفيد في هالجائحة، والحمد لله. طيب احنا ممكن نشارك اللينك اذا بدك تحطه، اعتقد عندك على هو تويتر، تويتر اكاونت. اوكي ممكن نرسل لهم اياه اللينك حتى، وحنحاول نرسل بعض الكتب ستاندردز اذا في حاجه عن ديزاين ثينكينج، طبعا في كتب كثير له، بس ممكن نحط حسابات اللي هي الشركات اللي حكيتي عنها اللي بتعمل البروسيسز حقت الديزاين ثينكينج. طبعا هي في حاجه مهمه جدا تفيدها للناس، موضوع جدا مهم انه الديزاين ثينكينج فعليا بيضل يتطور الان، في كثير ناس بتعمل ابديت على البروسيسز، وفي شركات مختصه في الموضوع هذا كونسلتنج اكثر، فبيصمموا صاروا بروسيسز كمان جديده، يعني كل يوم او في فتره بتلاقي نسمع في بروسيس جديد للديزاين ثينكينج عم بيطلع، حاجه يوزر اكسبيرينس في اشياء معينه، سواء في التصميم الصناعي الانتيرير هذا. هي واحده من الاسئله اللي فعلا اجتنا الان، بس يمكن ما مرينا عليها بالتفصيل شوي، لانه يعني في كثير ما شاء الله معنا مسجلين تصميم داخلي معماريين. هل تنصحي انه فعلا هل فرق معك في الديزاين لما تشتغلي في الديزاين الان من قبل ما تاخذي الديزاين ثينكينج وبعد ما اخذتي؟ اي فرق معي صراحه، من ناحيه لانه انا زي ما قلت لكم انا متخصصه في التصميم التجاري. فرق معي من ناحيه انه عرفت انه التصميم التجاري محتاج اشياء اكثر، ما هو مجرد بس تصميم زي ما قلنا. فهالشيء خلاني اميل واطور نفسي برضو في الكونسلتنسي على هالموضوع. فان شاء الله الحين احنا قاعدين نشتغل انا وجروب اوف اكسبرتيز اننا نطور مكتب متخصص في التصميم التجاري والاستشارات التجاريه. فالشيء هو اللي خلى طور لي فكري، يعني غير توجهي حتى. طيب احنا معنا كمان 3 دقائق، اذا احد عنده اي اسئله. اوكي انت تطلع عندك نفس الاسئله اللي عندي، ما ادري انا صراحه كل مره بحاول اعرف، يعني قريتي سؤال كان عندي فاستغربت صراحه ما تطلع عندي. يس لا معناها بتجي عندي انا بس، معناها ما اسمع. يقطع محمد. سمعني الان؟ ايه تفضل. لا بس كنت اقول انه اذا احد ارسل لك سؤال لعليك دايركت يمكن يكون عندك، لانه انا فعليا خلصنا الاسئله. لا بس كومنت. اوكي شكرا. طيب. على الكومنت. طيب حناخذ منك الاكونت حق الشركات اللي قلنا عنها، واذا في كتب او ستاندردز، واللينك حتى ممكن نشوفه بدون تقطيع عشان الانترنت بيقطع، لانه ما شاء الله كان عدد كبير، فممكن نشوفه بدون تقطيع، واذا ممكن نشاركهم البرزنتيشن عن المقدمه عنه نرسلهم اياه كمان اذا بدك. ان شاء الله. شور ان شاء الله. طيب شكرا مهندس عنود، وشكرا شكرا لك مهندس. شكرا، اعطيك العافيه ان شاء الله. اهلا وسهلا.